كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار والموضوعات المهمه، منها استقبال دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لنظيره الروماني نيكولاي تشوكا، وتم عقد جلسه مباحثات تناولت تعزيز التعاون بين البلدين. ايضا دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع امبارح تابع فيه خطه اطروحات قبل الاعلان عنها بشكل رسمي، واخبار تانيه كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لنظيره الروماني نيكولاي تشوكا، وتم عقد جلسة مباحثات مشتركة تطرقت لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وقال مدبولي إن المناقشات اللي تمت مع الجانب الروماني ركزت على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال كمان إن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا وصل ل1.1 مليار دولار خلال العام الماضي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه خطة الطروحات قبل الإعلان عنها، وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الشركات المقرر أن يشملها برنامج الطروحات والإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لعملية الطرح. وقال رئيس الوزراء إنه هيتم الإعلان عن خطة الطرح لمدة عام كامل وهتشمل حوالي 20 شركة. امبارح نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت بخصوص صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من شهر يوليو القادم. المركز أكد إنه الكلام ده غير صحيح وإنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وشدد على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمس قروش فقط دون أي زيادة. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك بأنه في إطار جهود القيادة العامة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات مع مختلف الوزارات والهيئات بالدولة، نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا عدد من لقاءات نقل الخبرة، وده في ضوء خطة القوات المسلحة لصقل مهارات ومعرفة الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات. كمان امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه الكلية الفنية العسكرية وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة في المجالات العلمية والبحثية والفنية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك، وده في إطار اهتمام القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية لإعداد أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وفقاً لأحدث طرق التعليم الحديثة. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك أيضاً إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الفيوم بكافة أجهزتها التنفيذية. وقامت أيضاً قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنظيم 24 زيارة لطلبة الجامعات والمدارس للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 لزيادة الوعي الفكري والمعرفي لشباب الجامعات والمدارس. أما في جولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي منها فحص 125 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في البحيرة. أيضاً تم زيادة قدرة محطة كهرباء الفرافرة ل 12 ميجا وات في الوادي الجديد، بالإضافة إلى تحليق 45 رحلة بالون طائر على متنها 1200 سائح في الأقصر، وأخبار أخرى من محافظات تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنوفية اللي تم فيها تطعيم أكثر من 200 ألف مواطن بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وده ضمن حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا واللي انطلقت يوم 29 يناير الماضي وهتستمر لمدة أسبوعين. في الأقصر تم تحليق أكثر من 45 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1200 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر الطقس الشتوي الدافئ، وده عقب يومين من إلغاء الرحلات لسوء حالة الطقس وسرعة الرياح فجرا. في البحيرة أوضحت مديرية الصحة بالمحافظة إنه تم فحص 125,974 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.
في كفر الشيخ أعلنت مديرية التموين بالمحافظة أنه تم صرف 347 مليون و541 ألف رغيف بلدي مدعم للمواطنين من خلال البطاقات التموينية الزكية خلال يناير اللي فات. في مطروح هيتم بكرة استقبال طلبات الشباب الراغبين في التقديم على وحدات الطعام المتنقلة ممشى أهل مصر في مدن مرسى مطروح، العالمين، الحمام، سيوة والضبعة، وده في مقر جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح، وهيتم تصميم السيارات بشكل يحمل الهوية المصرية لمحافظة مطروح. في الفيوم استعدت مديرية التموين بالمحافظة لبدء موسم الأوكازيون للمحلات التجارية بالمحافظة، واللي هيبدأ بكرة وهيستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين. في المنيا تم إطلاق قافلة طبية وعلاجية بقرية منبال بمركز مطاي، وتم الكشف الطبي على 1990 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. في الوادي الجديد تم الإعلان عن إنشاء وحدة كهرباء إضافية بمحطة كهرباء الفرافرة بقدرة 3.8 ميجا وات، وده لدعم قدرة المحطة واستيعاب الأحمال المستقبلية بتكلفة تقدر بنحو 22 مليون جنيه.